السلام عليكم يا اهلا الطيبين، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بصحه وسلامه. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو مالتي مشتغل شهر رمضان. راح نقولوا لي بعد وقت، صح بعد وقت، بس تعرفون بي انا دائما كل سنه صراحه استوعب من وقت، بس هالمره يعني مو لكون يعني اردت استعجل بالمسواق، بس لكون تعرفون هسه احنا الظروف اللي عندنا حاليا باوروبا والأكثرية اللي يقولون السوق والأسعار كلش صعدت عندنا، فسوقت هم رمضان وهم هذا الشهر أكيد. فراح تشوفون يعني شنو اللي سوقته. طبعا ما أحكي لكم على الأسعار، كلها على العموم على العموم مرتفعة الأسعار، ما أحكي لكم بيها. فهسا راح نبدي وياكم أول شيء اشتريته هذا الرز. طبعا هواي يسألوني معلاة والرز تستخدمين شنو هذا حبايبي؟ صراحة أنا هذا سألت قاله ما موجود بالعراق، كالر هذا، شوفوا هذا اسمه كالر. طبعا نوعيته روعة، بي لهنا حبايبي ثلاث ألوان، أخذوا هذا اللون الجوزي، لا تأخذون الأحمر ولا تأخذون الأزرق، الجوزي مالته نوعيته كلش راقي. سعره جد 11 يورو حبايب، كل يورو يعادل 1700 عراقي، يعني ما أقدر أنا كل شيء راح اطلع لكم سعره، بس هو 11 يورو 5 كيلوات. اخذت كيسين، هذا واحد والثاني، وطبعا راح اخذ وياه نوعيه ثانيه، يعني نقول يعني مو بسمتي بس نوعيه نقول درجه قليله، يعني حتى يكون وياه المساعد. فهذا اخذت الكيسين التمن، اكيد التمر، كنت تعرفون احنا برمضان، ولا هو مو برمضان على العموم، هذا التمر. هذا طبعا هذا هنا انتو هنا حبايب النمسا باوروبا تاج التمور، ارقى انواع التمور. اكو نوعية تمر اخذناه عبالك بي مثل الحصو، هذا نوعيته كلش راقي تاج التمور. راح تسألون بالعراق قد سعره الكيلو بتلافه ونص يورو، قارنوا كل يورو 1700. فبصراحة جبت اربعة، يعني احنا مو بس رمضان، لان عندي هم شغلة بيها ان شاء الله انزل لكم اياها. اخذت حليب بودرة اللي نحتاجه اكيد للحلويات. هنا سمسم كيلو، راح تقولوا لي ايش قد سعر هذا السمسم، هذا الكيلو سعره 7 يورو. هنا الحليب يمكن مكتوب عليه سعره، ما اعرف سعره، ما اتذكر بصراحة ايش قد. شوفوا منتج في اوروبا، هذا سعره 7 يورو سمسم. اخذنا عنبة طبعا، هسه راح اسألهم شو سعرها، هاي سعرها 2.5 يورو. اخذت راشي بصراحة ما اعرف سعره جد، لان حسبه ويا الحساب. اخذت دبس، شوفوا عيني دبسنا موجود لعبالكم بس عندكم، دبس تمر البصرة، حيا الله للبصرة. هذا طبعا اثنين، هذا النوعية مال البصرة. واخذت دبس مال عنب، هذا احتاج عندي ان شاء الله بيها ان شاء الله انزلكم اياه، هذا سعره 5 يورو حبايب، وهذا سعره 3 يورو، هذا الواحد 3 يورو. اخذنا دبس رمان، طبعا عندي دبس رمان بس اخذت ويا بعد واحد. اخذنا عدس، طبعا هذا سعره كلش رخيص بصراحة، هذا العدس كلش رخيص، صح هو لونه مو كلش برتقالي طوخ. طبعا اكو نوعية شفته قالوا لي الكيلو بثلاثة يورو، انتو حتقارنوه بهذا، هذا جد وزنه 4.5، خدته ب4.5، يعني الكيلو بيورو يطلع ب1700 عراقي. فصراحة اخذت كيسين، احنا مو بس رمضان يعني حتى باقي الايام مرات نسوي شوربة، فاخذت كيسين قبل 4.5 يعني 9 كيلو. اخذنا نشا اكيد الحلويات، طبعا عندي هم نشا، اني مو بس هذا عندي نشا، و بيكنج باودر اخذت، فانيلا، وهاي الخمرة حبايب بشبار كلش نوعيتها زينة كلش ورخيصة خمرة. هنا انا اخذت ورق عنب، اخذنا هذا الزيتون هم تاجر، راح اسوي لكم بيه شغله ان شاء الله هم انزلها، يعني هذا مو الاكل لا راح اسوي شيء.
اكيد الكاتشب والمايونيز. هنا طحين مع الرز، شوفوا انا طبعا اسوي دائما اغسل الرز واطحنه، بس هذا اذا اشوفه قدامي اشتري. يعني صراحة هذا التمر هند اول مرة اشتري، فسألت حامض او مالح ما يعرف. بس على العموم انا قريت هنا الصاز اللي هو الملح مكتوب صفر، يعني ما بي ان شاء الله يطلع حامض. خذت اثنين في العصير. اخذنا هاي الباقلة او الفول، هاي قلت الدولمة، خاف نسوي دولمة حتى هي حاضرة عندنا، بس نفتحها ونخليها بكعب جدر الدولمة. اخذت هذه مال الدجاج شوي حجمها كبير للشوي. هنا فاصوليا هم اخذت كيسين، هذا طبعا لقيته باثنين يورو. هنا راح تسألوني منين اخذت 2 يورو، من ايكان حبايبي، من ماركت تركي ايكان، لان انا بصراحه مو اشتريت من مكان واحد، من عده اماكن. اخذنا كاتشب، العفو صاص، خذ الصاص شوفوا هذا بيورو من سعره. اخذت ثلاثه لان هم عندي ان شاء الله اكيد احنا ناكله ويا اللفات، بس عندي هم ان شاء الله ثانيه بيها ان شاء الله انزلكم اياها. طبعا مو بصره كل الصاعد، كل الصاعد هذا وزنه 150 جرام تشوفون، سعره 3 يورو سعره. صراحه اخذت بس واحد، يعني ردت انا للعصير رمبان بس شفته كلش غالي، اخذت بس واحد ان شاء الله بلكي قلبي ارخص واخذ. هنا اخذت باقله، تقولون باقله برمبان شاكلها؟ لا اخذتها هي قبل رمبان، بس باع شلون باقله الله عليكم. هذه وزن الكيلو مالتها باربعه، بس شوفوا شلون باقله خبط كلش خشنة، يعني هي هسه خشنة انه بتنقع. هذه كيلو باربعة. راح سألوني مين اخذتيها، اخذتها من حي 20، من ماركت سوري بصراحة نسيت اسمه. عنده هو وزن نوعي فين، اكو بثلاثة واكو اربعة، انا اخذت هذا والاربعة. وهنا اخذت الزيت. طبعا هسه بالسوق احنا عندنا على العموم اغلى شيء عندنا الزيت، كل صاعد. فحبايبي الهنانة هذا موجود بليدل وعليه عروض 5 لتر ب7، لأن هسه أنا بالسوق شفته الخمسة ب10، العشرة ب20 ضعف، وقالوا ويصعد بعد. فهذا بليدل موجود والخمسة لتر ب7. بصراحة أنا أخذت كمية كلش هواي، يعني الزيت هو الاستعمال دائما. هنا أخذت بونية مع جزر. بس الله عليكم شوفوا شلون جزر، احنا عندنا جزر، انا دائما اقول لكم اكو جزر عندنا مجمد، بس هذا رخيص 5 كيلو اخذته ب4 يورو، 5 كيلو ب4 يورو. انا من هنا اجيب المجمد الكيلو بيورو ونص، يعني هم فرق هوايه. وانا طريقتي بالسلق بتعرفوها كل السهله، هم اكيد هذا راح اسفرزه وقسم راح اسوي شغله ثانيه، هم ان شاء الله انزلكم اياها. طبعا لي اول مره بصراحه اشتري هاي الانواع، اول مرة اشتري هاي الانواع مع العصير. يقولون فايبر صراحة بعد ما مجربته، مال مانجو ومال برتقال، اثنيناتين يمكن الواحد على ما اعتقد لو 3 يورو لو 2.5، بصراحة ما متأكدة اللي، بس هو لو 2.5 لو 3، من الماركت المصري اللي بحي 20 حبايب. شوفوا هاي هم اخذت وياهم. راح تقولوا لي وايد شنو نقوصات، صح أنا أكو أمور هواي عندي موجودة، بعد إرادة شعرية، شعرية عندي، شكر أو سكر عندي، فطحين هم عندي، فأكو شغلات أكيد راح تكتبوا ليها، فأنا هم ذكروني حبايب شنو ناسيته، بس أكو شغلات بصراحة سجلتها، شوفوا سجلتها بورقة، تحية خاصة للملوية، شوفوا حتى الدفات الملوية عندي، فسجلت الشعرية مالكم علاقة الخط. سجلت كوجرات، سكر، طحين. هنا الزيتون عندي من هوفر اخذه، وحليب بودر اريد بعد واحد لله، ولوز بعد اريد، هنا صوصج او نقانق اريد اسوي بها فطائر. فهاي الشغلات اللي احتاجها بعد. انا شعريه عندي بس اريد بعد كوجرات، بصراحه ما لقيت لازم اشتري. سكر عندي بس راح اخذ، لان قالوا خزنوا مواد جافه، ما نعرف ايش حيصير ما يصير عندنا. طحين بصراحه هم راح اخذ، لانهم قالوا خزنوا طحين.
وزيتون اريد الاكل، لان هذا الزيتون قلت لكم اريده غير شيء، وحليب هم راح اخذ بعد كيس سلاخ. فاني هاي ان شاء الله النقوصات عندي سجلتها، بالاضافه الكاستر اكيد والجلي وهاي الشغلات مال الحلويات، هاي كلش هواية عندي، لان تحية خاصة لاخونا بالملوية، بصراحة كلش هواية دزلي كمية وكلها موجودة عندي، اذا مال عام او مال هالسنة عندي كلش هواية كاستر وعندي كلش هواية جلي. فهاي الامور هم اشتريتها الحمد لله يعني متوفرة عندي. فحبايبي هي هاي كان سواقنا، رغم بس يمكن حشوفوه كلش قليل، بس بصراحة كلش مكلف، لان قلت لكم الاسعار عندنا كلها معلقة. بالاضافة طبعا اخذت هم بيض يعني للبيت، وخدنا خبز، هاي امور. بس هاي تقريبا يعني اللي محتاجته انا رمضان، فاشتريتن اكيد تعرفون انتو العدس والرز وهاي الامور الباقيه. فانتو هم حبايب ذكروني، دائما اقول لكم ذكروني اذا اكو شيء يعني ناسيته. فهذا حبايب مسواق رمضان، ونصيحه اللي هنا موجودين طبعا سووا قولن هواي هواي يكتبونه، وهي ما عليها شيء يعني مسواق ترى يعني لا عليه شيء ولا ابد، واحد يتسوق ويخلي امور الدنيا ما نعرف ايش حيصير ما يصير، والله يحفظ الجميع ويبعد عن الجميع كل شر، اللهم امين رب العالمين. فهذا كان سواقنا حبايب، اتمنى يعني عجبكم اليوم الفيديو، وهم اكيد انتوا راح تستفادون. اللي يريد يتسوق من حيشوف هاي الشغلات هم راح يتذكر شيرين. طبعا مو بس هاي حبايبي، بالاضافه اتخذت بعدهم شغلات مكسرات حلوه احتاجها برمضان، طبعا اسفه مو موجوده لين فوق ونسيت انزلها. مكسرات حلوه، ما اخذت جوز على جازو على هاي، بس حلوه اخذتها مال طبخ، فهذه هم اخذتها حتى هم اذكركم بها. فلهنا حبايبي راح اقول لكم الف سلامه للجميع، بس اتمنى ان شاء الله ما نسيتونا باللايك، ولهنا اقول لكم الف سلامه للجميع.